بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتنا والشوق بأعيننا، لقد أتنا إليكم مجددا لمستمعي إذاعة راديو دار الدوكا علي إخباري. تنوها المبادرة أداؤها الكرام والخيريين على انطلاقة مبادرتها الهادفة إلى تقديم الدعم بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد، والتي تستهدف معسكر أبو تنجي، معسكر مجي، معسكر فرشانة، معسكر أولاشا. جاءت هذه المبادرة في وقت أحوج ما يكون لها مجتمع هذه المعسكرات، تخفيفا من هدة المعاناة المعاشة، مستهدفا عدة فئات منها الأيتام والمسنين والمعاقين والمصابين في المعسكرات المذكورة. استحلت المبادرة في سبيحة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مبتدئة بمعسكر أبو تنجي، مستهدفا فئة الأيتام يتيمي الأبوين، وهم بعد من كثيرين، فاستهدف 30 فردا من الذين تكفل بتدريسهم مسبقا مهدي سامبيكون الدولي بالمعسكر المتمثلة في اتحاد المهد، باختيارهم بإناية وأولوية من جميع أنحاء المعسكر والبلكات. منذ بداية سبتمبر الماضي ما قصور في توفير المنهج الدراسي ومعدات الدراسة المتمثلة في الكراسات والأقلام، إلا أن أحد الخيريين لقد تكفل بشراء كراسات الدراسة لهم في مطلع سبتمبر الماضي أقبل حصر ما تبقي الحوجة لتوفير المنهج الدراسي. بلغت في سبيحة اليوم وفد يمثلون في إشراف مبادرة الإنسانية تجمعنا بالميدان، فتم عقد اجتماع ثلاثي بين أعضاء المبادرة بالميدان وبمئية اللجنة المركزية للمبادرة بالمعسكر، إضافة إلى إدارة المعهد عبدالله مختار هارون، مشرف المعهد محمد أحمد محمد أيوب، وإدارة معسكر أبو تنجي عبد الله إدريس ممثل رئيس المعسكر ومستشاره لشؤون الاتصال وآخرون. عند الاستهلال شكر ورحب إدارة مهدي سامبيكون بالمبادرة الإنسانية تجمعنا والأخبات التي يواجهها التلاميذ المستهدفين وسبل حلولها، فأمن مبادرة الإنسانية تجمعنا على توفير منهج لمستوى فقط لعدد 30 تلميذة وتلميذ بتكلفة بلغت إلى 210,000 جنيه، كما تم منح كل طالب بمبلغ قدره 13,000 جنيه دعما وتحفيزا لهم في المسيرة. من جانبه سمنا وفد مبادرة الإنسانية تجمعنا المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مهدي سامبيكون على مستوى معسكرات اللاجئين بشرق تشاد وخاصة بمعسكر أبو تنجي. كما أشاد الوفد بمبادرة المهدي المساواة في التعليم التي اهتمت بتعليم هؤلاء الأطفال الأيتام عبر التنازل عن أجور التدريس، كما وعد مبادرة الإنسانية تجمعنا بحث واستقطاب المنظمات أو المجموعات للعناية بمواصلة استمرارية تعليم هؤلاء الأطفال وإضافة أطفال آخرون في حاليات دائمين. أما من جانب إدارة المعسكر وأولياء أمور الأيتام، فقدموا الشكر الجزير لكل من إدارتي وأساتذة مهدي سامبيكون ومبادرة الإنسانية تجمعنا على الدور الإنساني الذي يقدمها تجاه هؤلاء الأطفال في وقت قل فيها تلبية طلبات الدعم التعليمي من المنظمات المهتمة في شؤون اللاجئين، وخاصة المنظمات ذات الصلة بالتعليم. فأتت مبادرة اتحاد المهدي بدعوة بمبادرة الإنسانية تجمعنا للتهيد من بعض الأقباط الدائمين فناني دار مساليد المستهدفين الأيتام يتيمي الأبوين. وشكرا جزيلا
كنت معكم في التقديم محمد أحمد بيت إسماعيل من معسكر أراضي جوز أمير. إلى اللقاء.